العالم كله تفائل لما سمع إنه في لقاح لفيروس كورونا، ولكن هذا التفاؤل كان بحذر ولكثير أسباب. خلينا نسمع شو رأي الشارع الفلسطيني بهذا الموضوع بالتحديد، وكيف راح يستقبلوا اللقاح هون في فلسطين. تعالوا معي. أكيد مش حنأخذه. أنا أخذته. أنت مش مصدقة إنه في كورونا؟ لا مش عارفة. أنت رأيي في إيه؟ يعني أنتوا بتطالبوا إنه الرئيس يأخذه، بعد ما يأخذ الرئيس بتأخذه؟ عندك مناعة هي ما زبطة، ما عندكش مناعة هي متت. هاي نمتنا. أنا صار لي زمن 30 سنة مش عارف أطور. ما أنا زيك. بأي طريقة بدك تطور؟ مش راح تأخذه. أكيد. طولوا بالكم يا جماعة. في لقاح جاي لفيروس كورونا. صح، نعم صحيح، سمعنا فيه. راح تأخذه ولا مش راح تأخذه وليش؟ صحيح الحقيقة لا. لا هلا إذا اللقاح آمن وكل شيء تمام مش غلط بناخده، ليش لا؟ هلا هو في دول كتير طبقت هذا الموضوع، يعني شخصيات مرموقة يعني أخذت اللقاح. نعم. يعني عشان تعطي ثقة ما بينها وبين الشعب. ما أكيد مش حنأخذها. أكيد لو متت وقالوا لي خذي وبتعيش مش عارف. أنا أخذته. أنت أخذته صراحة. معناته أنت مع إنه الناس تأخذ اللقاح. هلا دائما يعني حتى في ديننا يعني موجود إنه واحد يحط بالحسبان، ولكن يعني بالأسباب بتبين سبل الوقاية. إن شاء الله ما بلزمه. إن شاء الله ما بلزمش، بس ما هو يعني هو وقاية مش علاج، تفهم كيف يعني؟ أنت عشان ما تنصبش. ما إن شاء الله أنا ما بنحتاج. إن شاء الله بتحتاجوش. بس هو راح تأخذه ولا مش راح تأخذه؟ لا إن شاء الله. خلاص خليك زي ما ربنا خلقك، عندك مناعة هي ما زبطت، ما عندكش مناعة هيك متت. هاي نمتنا. لا حتى أنت مش مصدقة إنه في كورونا؟ لا. يعني لازم نبلش من عند زراعة معي. يعني لازم. طب واللي صار في العالم؟ طب ليش لابس كمان؟ لأنه من الشرطة، بس عشان المخالفات يعني. بس عشان المخالفة. وأنت شو رأيك؟ أنا رأيي في إيه؟ إنه رح تاخذوا اللقاح ولا لا؟ هو أكيد يعني اللقاح كله نسخة من الـ RNA تبع البروتين الفيروس، بالتالي رح يعمل أنتيبوديز كتير منيحة. أدخل إشي على جسمي على بعرفش هو، يمكن فيروس هذا، يمكن هذا الفيروس ينمي حاله بلا مؤاخذة بالسنة. إيش سوى الفيروس بالسنة؟ إيش سوى؟ برمج حاله أو خلينا طور حاله أيوة. مرتين. طب أنا صار لي زمن 30 سنة مش عارف أطور حاله. ما أنا زيك. طب إيش المشكلة؟ طب هلا بدنا نأخذ إشي جديد، إحنا يمكن هذا يكون يقدر يطور حاله بالسنة 5 مرات. صار لنا نوصل إحنا. بالنسبة للقاح أنا بصراحة مش مع. مش مع. لا. ليش؟ تأخذ وقته، لأنه سمعنا كثير عن لقاحات لسه ما خضعت للتجارب السريرية بشكل كامل. مش عارفة أنت. إذا انجبرنا يعني أكيد. إذا انجبرتوا؟ يعني إذا كان موضوع خيار. إذا خيار لا، لأنه فيش داعي. في حال إنه فرضوه، يعني صار مفروض علينا. قصدك إجباري؟ إجباري. بلاقي طريقة أهرب برضه. بأي طريقة بدك تهرب؟ مش راح تأخذه. أكيد. أنا كورونا. طيب. كورونا كل هذا اللي صار حواليك. لا هم حكوا انه الفحص مكورن، هو ما عمل الفحص. كيف حكى انه؟ طب واللي بصير في العالم والناس اللي بتموت والاشياء. انا صراحه مش مصدقه انه هاي كورونا. متعصب هذا رايك؟ طبعا زين دنوبه. طيب. اذا اخذ اكبر واحد معروف في العالم بنوخ ابو مازن اللي هو كنت مجنونه. مين اذا رئيس ياخذ اول رئيس ياخذ؟ يعني انتم بتطالبوا انه الرئيس ياخذ، بعد ما ياخذ الرئيس بتاخذوا؟ طبعا ياخذ الرئيس والناس. وإذا اللي بتشوف الرئيس احنا بعدها منفشر اذا ناخذه. لا مش لازم نطبق على لا هو شرط واحد بيطلع لكم. طيب اذا اخذ ابو مازن الناس الوصلي احنا بناخذه، بس ينشفوا مننا بناخذه. احنا بتكون رئيس الدوله ياخذه، فعشان هيك بناخذه. يعني طيب هاي توصلنا لحل، يعني شوي بتقتنع. يعني لو قعدت معكم اخرى كمان نص ساعه اظني بقنعكم. ما توقعش، بس مستحيل والله. القصة مش داخلة راسي، مش خلاص مش مقتنع من مرة فيها. يعني أنا بشتغل دليفري على دراجة 24 ساعة بين العالم، لليوم ما عطستش ولا عطسة. والله بدك أكثر من واحد بخلط في الناس. أنا أكثر واحد اجتماعي عمر حياتي ما عطس. طب كنت أعطس قبل حساسية، راحت الحساسية كمان من الخوف. طب أنت دخلت شفت اللي أخذوه شو صار معهم؟ لا بس أنا سمعنا الإيجابي وسمعنا السلبي، بس بتوقع لحد الان المسمعيات بتعرف السمعه بتسبق كل شيء. انت ترويج صح؟ انت واضح انك سامع بس السلبي. انا سمعت السلبي الصحيه. تباينت واختلفت الاراء بالناس مع وناس ضد، ناس بدها وناس ما بدها، وفي ناس حطت شروط عشان تاخذ هذا اللقاح. ولكن
واضح انه فيش معلومات كافيه عند الناس عن هذا الموضوع. ان شاء الله يوصل اللقاح ويكون هو السبب بانهاء هذه الجائحه عن كل العالم. سلام.